الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. متتبعي جريدة أشواقة، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حنا معاك وسؤال جديد. السؤال اليوم كيقول: عندي مشكل كبير في أنني ناخذ الكلمة في القسم وكنحس بإحراج كيعذبني بزاف. إذا اليوم غادي نجاوبوا على كيفاش ناخذ الكلمة في القسم ولا قدام أي مجمع بلا ما نحس بالتوتر والخوف، اللي هما أساسا مسألة جد طبيعية كيحسبها أي إنسان ملي كيبغي يدير شي حاجة لأول مرة، سورتو لا بريز دو بارول. اذا شنو ممكن ندير باش نتغلب على هذا الخوف ونبدا ناخذ الكلمه بطريقه سلسه وطبيعيه؟ نبغي نبشركم انها عمرها ما غتكون في الاول سلسه وطبيعيه وبسيطه كما كنتخيلوا. اكيد اي انسان كياخذ الكلمه في اي موقف كان، يعني ولو يكون رئيس دوله، ولو اكيد كاين واحد التخوف في الاول ملي غادي نبداو كنهضروا، ولكن غادي نتغلبوا عليه اولا بلا ميتريس دو كونتينو. هذاك الميساج اللي غادي نوصل خصني نكون عارفه، فاهم وعارف واش اللي كنهضر. ما يمكنش نوصل واحد الميساج اللي انا ما ضبطوش، خصني نكون فعلا عارف راسي شنو غادي نقول. نقسمه، يكون افكار بسيطه وواضحه، ما يكونش افكار متبعثره وما عارفش راسي شنو غادي نقول. ونفكر في المتلقي اللي غادي يسمع هذاك الميساج ديالي كيفاش هو غيتقبله، يعني نشوفوا في عقله هو شنو غنعطيه الفكره الاولى، شنو الفكره الثانيه، شنو الفكره الثالثه باش نوصل ليه الميساج صحيح. ثاني حاجه هو انا كشخص غادي ناخذ الكلمه كيفاش غادي نكون، كيفاش جو في مادريسي لذاك لوديتوار، الناس اللي كتسمعني واش غادي ناتيريهم، واش غادي نحس بهم ويحسوا بيا، واش داكشي اللي كنخرج مني حقيقي انا مقتنع به. ايغالمون لا بوستور ديالي، كيفاش انا واقف، واش عاطي الناس بالظهر ولا كنشوف فيهم، كنشوف لهم في عينيهم، كنتحدث معاهم من القلب الخالص ديالي. نرفع الصوت ديالي ونارتيكولي مزيان الكلام اللي غادي نقوله خصو يتسمع باش لوديتوار يقدر يتبع معايا. اوتر شوز اللي حتى هي مهمه انني نكون اونكري في لو سول وكاع كلامي يكون مفهوم. اذا تكلمنا على لو ميساج، تكلمنا على انا كيفاش غادي نكون لابس مزيان، كنشوف لوديتوار ديالي، كنارتيكولي مزيان، الصوت ديالي مرتفع، كنوصل الميساج، كنحس بهم، مقتنع بالفكره ديالي. ثالث حاجه كتبقى هو لو ريسيبتور، الناس اللي كنهضر معاهم. قبل ما ناخذ الكلمه ندرس شكون غادي يستنط ليها، واش اطفال، واش شباب، واش ناس كبار، واش اساسيده، شكون اللي كيسمعني. من خلال هذاك لوديتوار غادي نقدر يكون عندي واحد لونغاج. ما يمكنش نمشي عند اطفال في السن ديال الابتدائي باغي نتكلم قدامهم وغادي نمشي لابس كوستيم وغادي نبدا كنهضر معاهم واحد لونغاج كي تري سوبيريور وكنستعمل مفردات علميه صعيبه. نشوف لوديتوار ديالي ونستعمل لو لونغاج اديكوال داك لوديتوار. لوديتوار كيتكون من دي جون كي سون كينستيزيك، يعني كيتعاملوا بالاحساس، دي جون كي سون فيزوييل اي دوتغ كي سون اوديتيف. هذاك الميساج اللي غادي نعطيه خصو يكون تري ديمونسيونيل، يعني كنعتمد على تو سكي فيزوييل، يعني لي باوربوينت، لي سلايد، كنعتمد على الكلام كيفاش كنهضر، الحكي انه يكون مسترسل وانني نابليكي هذاك لوديتوار، نهضر معاه، نسولو، نغوفورمولي واش فهمتو واش ما فهمتوش، واش كاين شي سؤال، شنو كتفكروا، يدخل معايا ما يكونش غير متلقي غير كيسمع. نحيد الفكره ديال ان لوديتوار غادي يضحكوا عليا التلامذ ولا غيضحك عليا فلان ولا غادي يقولوا ولا ما غيعجبهمش الحال ولا غادي نخطا، فهذيك اشياء طبيعيه. الا ضحكوا يعني انهم انتبهوا، الا ما عجبهمش الحال فانت غادي تعاود الصيغه ديالك وغادي تحسن لا بروشين فوا. راه من اخطائنا كنتعلموا، الا ما خطاناش المره الاولى والثانيه وصححنا هذه وصححنا هذه ما غنوصلوش واحد المستوى. تقدروا مثلا ناخذ واحد الفكره بسيطه، شوفوا اول فيديو في اليوتيوب ديال اوباما فاش تولى، جوج ثلاثه ديال الدقائق شوفوا كومون ايلي، عاودوا شوفوا اخر فيديو ديالو قبل ما يخرج بحاله، غتحسوا بالفرق الكبير لان 8 سنين ديال الهضره مع امريكان، 8 سنين هو يسادريس لتوت ان بوبل. ملي كنت نهضروا اليوم ونهضروا غدا ونهضروا بعد غدا، اكيد ان حنا كنديباراسيو من ستريس، كنتعلموا بزاف د الاشياء، كنوليو كناخذوها ضحك ولعب وتفليه، و سي توت افي نورمال.
اذا النصيحه اللي غنقولها ونعاودها، جرب باش تعلم. الا ما جربتيش واخطأتي واستفدتي من داك الخطا وعاودتي 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 المره الاولى والثانيه والمية، ما غاديش تعلم. وكون متاكد انك الا عاودتي 100 مره، المره 101 غتعلم حاجه اخرى. ختاما تكلمنا على الرساله ميساج، على لي ميتور اللي هو انا كيفاش داير وكيفاش كناخذ طريقه الحديث وكيفاش جو سيدوير لوديتوار. هضرنا على لوديتوار وكيفاش كيتكون. هادو هما لي تخوا كومبوزونط ديال لا بريز دو بارول اون بوبليك. كنتمنى انني نكون جاوبت على السؤال، انكم استفدتوا، وكنتسنى اسئلتكم وتعليقاتكم على قناه اشواق وكوتش جيهان بوزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.